ينضم معنا من عمان الحديث عن استمرار الأزمة الاقتصادية وفشل الحكومة بتأمين الرواتب في وقت لا تزال تظاهرات الموظفين مستمرة. ينضم معنا السيد حسين العليان الكاتب والباحث السياسي. أستاذ حسين، بداية مرحبا بك. التظاهرات تستمر في العديد من مدن العراق احتجاجا على أزمة الرواتب، ما الأسباب التي ساهمت بفشل الحكومة بالخروج من هذه الأزمة؟ الله يسعد مساكم ومسا مشاهديكم الكرام إن شاء الله. أهلا بك. يعني هذا الحديث قديم يتجدد بين الفينة والفينة، يعني الأزمة مركبة ومعقدة ومتشابكة، يعني هي ليست أزمة رواتب فحسب، هي الأساس أزمة يعني في شحة الموارد المنهوبة، يعني لم يتبقى للدولة بموجب النظام السياسي وآليات توزيع الموازنات والمحافظات والرئاسات والإقليم وإلى آخره عملية تبديد وتوزيع لما تبقى من أموال زهيدة قياسا باحتياجات البلد المنكوب خلال طوال الفترة السابقة. أنا أعتقد أن الأزمات يعني أزمة تلد أزمة، ولا إمكانية، يعني ليس في الأفق ما يوحي بحل، لأن الخطوات التي يعني تعتمدها الحكومات المتعاقبة أو النظام السياسي في بغداد ليست جادة بالحل، وليست لديها القدرة على معالجة الحل، لأن الحل يبدأ من السيطرة على الموارد بشكل جيد ووقف الفساد، وهذول النقطتين ليست بيد الحكومة المركزية في بغداد. حكومة الكاظمي تقول إنها استلمت الخزينة فارغة من حكومة عبد المهدي، كيف تسمح حكومة أو حكومة يعني بهذه البساطة لمن سبقها، كيف تسمح بتسلم الخزينة بهذا الشكل دون فتح ملفات تبحث وراء الفساد الحاصل؟ يعني هذا ليست الحكومة، قبل ذلك العبادي قال استلمت الخزينة خاوية من المالكي، وكل أمة تلعن التي قبلها. يعني هؤلاء بالمجمل العام يعني هم عبارة عن كتبة وعبارة عن موظفين صغار، مسموح لهم أن يسرقوا، مسموح لهم أن يفسدوا، وليس مسموح لهم أن يخططوا ويبنوا ويعمروا. يعني أنا قلت لك النظام السياسي ما لم يمتلك إرادته الحقيقية بعيدا عن الهيمنة الخارجية، كانت سواء كانت غربية أو من دول الجوار، يعني لن ننجح في تحقيق أي من المسائل. استعادة سيادة البلد وإدارته وثرواته هي المدخل الحقيقي لمكافحة الفساد وإعادة الإعمار والبلد. اليوم كل ما يجري في العراق لن يتيح لنا لا بناء العراق ولا تحقيق رفاهية لأهله ولا تحقيق حتى أي من مكتسباته، بالعكس ستزداد الديون علينا وسيزدادون رهنا لثروات العراق للأجيال القادمة. أمام هذه التظاهرات أين ذهبت القروض التي قالت الدولة إنها حصلت على اثنين منها؟ هل يجوز مثلا رهن مستقبل العراق للديون وللخارج؟ هو هذا ما يسعى إليه الخارج، ويسعى يعني وهو يخدم الكثير من دول في الإقليم، أنه يبقى هذا العراق بلد مديون، يعني يستمر في ابتزازه ونهب ثرواته بحجة الديون. يعني كيف يستدين هذا البلد ولديه كل هذه القدرات؟ يعني هو ينتج ما لا يقل عن 4 مليون برميل نفط، وحسب وعود الشهر الثاني كان لازم يصل إلى 6 مليون برميل ولا 10 مليون برميل. يعني في كل الأحوال هو يستطيع، يعني لو سيطر على هذا الإنتاج بشكل فعلي والأربعة مليون برميل ووزعها بشكل عادل يستطيع أن يعالج الكثير من المشكلات، بس ليس هناك جدية ولا ليس هناك رغبة، وحتى لو توفرت الجدية والرغبة فليس هناك قدرة وإرادة على تحقيق هذا. هناك أيضا أستاذ حسين العليان تراجع في نسبة النقد بنسبة 12.5%، طبعا ما زادت العملة طبعا لصالح إيران، ما تداعياتها؟ يعني مزادات العملة هي أصلا صممت لنهب ثروات العراق، يعني مشروع القانون اللي أقره برايمر في موضوع مزاد العملة الهدف الرئيسي منه أن تسرق أكثر من نصف واردات العراق وعائدات العراق من النفط في البنك المركزي لتغطية الفساد والفاسدين والنهب الذي يجري وتبييض الأموال. ليس إلا هذا قانون يجب أن يتوقف، ولا أحد يجرؤ على إيقافه، ولا أحد يجرؤ أو يستطيع أن يوقف.
إلى أي مدى ترى أو تتوقع أن الخناق قد يزداد ضيقا على الحكومة في ظل تزايد الاحتجاجات؟ يعني هناك أيضا احتجاجات المدرسين والموظفين وغيرهم أيضا من موظفي العقود والأجور اليومية. هل يمكن أن تلحق أو تلتحق هذه الطبقات أيضا بثورة تشرين وتغير المعادلة السياسية في العراق؟ مع الأسف يعني كل الظروف الموضوعية في العراق ناضجة للانفجار الشعبي الواسع، لكن يبدو أن هناك تعقيدات لازالت في المشهد من إرث 17 سنة من الانقسامات الاجتماعية والإثنية والدينية والمذهبية تحول دون وحدة العراقيين في الشارع بشكل كامل. تارة تنتفض السليمانية فتصمت الأنبار، تارة تنتفض الأنبار فتصمت البصرة، تارة تنتفض البصرة فتصمت صلاح الدين. العراقيون بالمجمل هم محتاجين لعملية التغيير واجتثاث الفساد والفاسدين وإصلاح النظام السياسي من جذوره، لكن للأسف لا زالت القوى الذاتية أو الإجماع الذاتي في العراق لا زال لم يصل إلى الحد، يعني يصل إلى الثورة الشاملة يعني الانتفاضة الشاملة على مستوى الوطن كوطن. نعم، شكرا لك أستاذ حسين العليان الكاتب والباحث السياسي.